Toujours des tableaux, comme tu comprends les concerts. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est une maladie d'enculé. Tout le monde. Je vais te chercher une terre. Il a semblé un concert. بادر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتنظيم ملتقيات جهوية حول الوقاية من السرطانات المهنية. المبادرة هذه لأنه كثير من المتدخلين فيما يخص هذا الموضوع خاصة أطباء العمل يقولوا باللي كاين نقص في التصاريح فيما يخص الامراض المهنيه وخاصه السرطانات المهنيه. اذا بعد دراسه كل التقارير اللي توصلنا من الولايات فيما يخص التصريحات صبنا باللي الا 25 تصريح بسرطان مهني في الخمس سنوات الاخيره من 2018 2022. اذا هنا شخصنا الاشكال باللي عندنا نقص في التصاريح بما يخص السرطانات المهنية. بادرنا بهذا الصندوق بادر بهذا المبادرة تحت إشراف الوزير السيد الوزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، وقمنا بملتقيات جهوية، درنا في الشرق درنا في الغرب اليوم درنا في الجنوب، وعلى أسبوعين نكونوا في الوسط باش نكونوا وراه الإشكال راه عند الأطباء المعالجين اللي ما يديروش التشخيص تاع السرطان المهني، يديروا التشخيص تاع السرطان ولكن ما يديروش العلاقة بين العمل بين المهنة وبين السرطان.